مقدمه في الفريق الفريق الانصاري. كره خطيره عبد الله السنيري واللقطه لا زالت قائمه وعبد الله السنيري يلعب دور المدافع لكن يا لعيب انصاري لعيب والكره القادمون من الارض الطيبه القادمون من طيبه القادمون من المدينه المنوره يرون النور الان يرون النور بهدف غريب بهدف لو تكرر مرارا وتكرارا لما سجل بهذه الطريقه. هو محمد البلوي هو محمد البلوي رقم 50 يسجل الهدف الاول للانصار 1-1 1-1 وعاد الانصار الى المباراه. لكن شوف 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 المدافع شوف المدافع مين هو؟ محمد جيزاني في اللقطة الماضية أو رضوان. الهدف الأنصاري الأول في المباراة وهدف أول للأنصار هدف أول للأنصار من 27 من رضوان الموسى من القائد الهلالي. التشتيتة لا يا رضوان ليست بهذا.